قرار جمهوري مفاجئ من هادي والإطاحة بمسؤولي الرفيع في الحكومة الشرعية. لنشاهد التفاصيل. تداولت مواقع إخبارية في الشرعية اليمنية وثيقة تنص على إعفاء الرئيس عبد الرب منصور هادي للواء فضل عبد الله محمد باعش من مهام قائد قوة الأمن الخاصة في محافظة عدن لحق أبين، وربطت مصادر إعلامية القرار بولائه للمجلس الانتقالي منذ أحداث أغسطس عام 2019 وصراعه الأخير مع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان. وتزامن إعلان القرار مع وصول حيدان إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من عدن، حيث أمضى في المدينة قرابة 4 أشهر منع خلالها من مزاولة عمله، كما تمت محاصرته في منزله أكثر من مرة ردا على منعه صرف مرتبات قوة الأمن الخاصة في عدن لحق أبين. وسبق أن تعرض فضل باعش للإقالة من منصبه من قبل داخلية الرئيس هادي عقب إعلانه في أغسطس 2019 الانشقاق عن القوات الحكومية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أنه رفض الاعتراف بالقرار. ومن المتوقع أن يرفض المجلس الانتقالي واللواء باعش قرار الإقالة الأخير، كما سبق ورفض التعاطي مع قرارات أخرى لهادي منها تكليف أحمد الموساي لمنصب النائب العام.